هذا انا، واللي باش يصير قدامكم هي حاجه ديما يقولوا لي عليها اصحابي ملي بديت نعمل في لي فيديو. تويني من الفيديوهات يا اخي، بطلت اليوتيوب على تهبط فيديو. شنو تهبط فيديو جديد؟ ماكش ناوي تخدم فيديوهات اخرين يا اخي؟ يقول لنا ستوب. بالمرج الكل اللي عملوه لي العبد كي يشوفوني نعمل في فيديوهات يقولوا لي انت تعمل كيما تراش. برشا باش يجيو يقولوا لي اللي انت توقع تنقل على نيوكسيس نتاع تراش، كيفاش تحكي على الذهب اللي موجود في القطيع الالكترونيك. دونك باللي هي الزيو، ما كنتش باش نعمل لكم كيما اللي في الميم نتاع الريونيون. اي بريف، تو نتعداو للفيديو. كنت اللي قاعد تتفرج فيها تو بالتليفون ولا بالبيسي، في بالك اللي فما ذهب في يديك؟ اي نعم، اكثريت الحاجات الصفر اللي موجودين في البيسي دونك في لي سيركوي معمولين بالذهب، على خاطر ينقل الكهرباء خير برشا من نحاس ولا حديد. بون ما تهبلوش انكم باش توليو بيل جيت، مش كلها 100% ذهب. تلقى البارتي اللي من الداخل كلها نحاس، والبارتي فوق هنا كوش صغيره نتاع ذهب. ويلكم باك، مش تكون بس ما كنتو بالبيسي تاعي على الالكترونيك مش 100% ذهب، جيست شقه مغطسين في الذهب. بالضبط كيما كي تشري شكارت شيبس غاد نكا، حلها تشوف شيبس تلقى غاد نهك. اكثر حاجه تلقى فيها ذهب هي لي بريز جاك، راكم تعرفوهم لي بريز نتاع الكوتور والكاسك والميكرو، واكثر واكثرين في لي بور نتاعهم لي بريز نتاعهم معناها. وقبل ما تدخل فيهم بمنشار وتحاول تقرقش الذهب هذاك، انا نقول لكم توا زايد تو سامبلومون، على خاطر انك باش تلقاه بور. دونك الفازة هوني انك لازمك تستعمل حاجات اللي هما ممنوعين في تونس، دونك ماكمش نتوما باش تعملوها. بوم همش حاجتك اللي مخترين على الاخر كيما القنبله النوويه، لا هوني سو سون جوست دي اسيد، باش نجم تنحي البلاستيك نتاع لي سيركوي وتنحي كل ما هو ماهوش ذهب. ومن بعدك يردوه في فورمة كلوغور دور كلور وذهب، وكي تزيد عليه الميتابيسولفيت دو صوديوم ميرسي نيو، باش يهبط لك الذهب في فورمة راسب في القاع نتاع الكاس نتاعك. بون زاد لازم نحكيو على حاجات اخرين، اسكو سافو لو كو باش تعمل هذا الكل؟ خاطر في اقصى حالة بيسي ما نجم يجيب لك كان جرام ذهب. صحيح جرام ذهب مش شوية، اما زادا كان بعت البيسي كيما هو راه يجيب لك اكثر فلوس. هذاك علاش اللي عملوها توا هما شركات تاع ريسيكلاج، يلموا البيسيات القدم نتاع العباد اللي ما عادش حاجتهم بهم، وساعات ينجموا يصلحوا يحطوا فيهم ديزاسيد ما اقوى برشا، وغاديكو ينجموا يخرجوا دي لانغو كاملين نتاع الذهب. وتكون هوني الفيديو وفات، كان عجبتكم ما تنساوش تحطوا لايك، حطوا كومنتير وتعملوا سبسكرايب، اي سورتو تبارتاجيو الفيديو على الفيسبوك. تنساوش تعملوا سبسكرايب تلقاوش كان تاعي في الديسكريبشن. يوسف بيستاب، وانا نقول لكم تشاو.